المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة يحتفي بفوج جديد من رجال السلطة. الفوج 48 استهل الحفل بتسليم علم المعهد الملكي للإدارة الترابية للفوج الذي سينهي تكوينه بالمعهد العام المقبل. ولضمان تكوين جيد عملت مديرية المعهد على تطوير الوسائل البيداغوجية وتوفير الظروف الملائمة لإقامة المتدربين وتوسيع مجال التكوين. ويتم ذلك كما جاء في كلمة مدير المعهد الجنرال دوبريغاد محمد قايلي من أجل إعداد أطر كفة متشبتة بإخلاص وتضحية بالعرش العلوي المجيد. استفاد الفوج خلال سنتين من برامج متنوعة ومكثفة، فبالإضافة إلى التدريب العسكري المتنوع تلقى تلامذته تكوينا إداريا يعتمد على العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وكذلك مناهج التسيير والقيادة واللغات الحية. ولتمتيع مجموع المتدربين من ثقافة قانونية منفتحة على أساليب القيادة الفعالة القادرة على تكريس روح الديمقراطية والسلم الاجتماعي، تمكن هذا الفوج من تلقي محاضرات قيمة من لدن أساتذة أكفاء في مجال الحرية العامة وحقوق الإنسان بكل مشاربها. وبدوره ذكر وزير الداخلية بالدور الطلائعي للمعهد الملكي للإدارة الترابية واستعرض المهام المنوطة برجال السلطة من خلال استلهام وظائفهم من التوجيهات الملكية السامية، فضلا عن انخراطهم في الأوراش الإصلاحية والتنموية للمملكة. أنتم جزء من السلطة التنفيذية المناط بها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة على مستوى الترابي، وذلك في انسجام تام مع المفهوم الملكي للسلطة. لذا عليكم أن تضعوا نصب أعينكم التوجيهات الملكية السامية التي تحث الجميع على تبني ثقافة جديدة هدفها الأساس هو الاقتراب من الأكثر من المواطن والإنصات إليه والتعرف على مشاكله والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. 115 متخرجا جديدا استفادوا من تدريب ميدانية بمختلف مناطق المملكة، تمكنوا خلالها من ملامسة وضعيات حقيقية في العمل اليومي لرجال السلطة. 25 عنصرا استفادوا أيضا من تكوين بفرنسا في مجالي اللامركزية واللا تمركز، فيما تلقى 25 آخرون تكوينا في مجال التنمية المحلية.